معكم محمد سعيد نقار من أهالي مدينة حلب. نحن وعينا على نحن ببيت النقار معروفين باللحمعجين قديمين بالمهنة هاي من 90 سنة تقريبا. أنا وعيت على الدنيا لقيت والدي وجدي بيشتغلوا بهالمصلحة وتمينا واستمرنا الحمد لله، والله أولاد عندي ولدين كمان مستمرين نفس المصلحة الحمد لله. حلب بتتميز بال يعني بأكلات شعبية كثيرة، منها اللحمعجين، ونحن بحلب أخذنا مصلحة اللحمعجين من تركيا أساسا وعدلنا عليها. في لحمعجين عنتابي اللي هو فيه البندورة والخضرة والبقدونس والنعناع، وفي لحمعجين حلبي البقدونس والدبس رمان. بتميز اللحمعجين الحلبي بطعمته طيبة ونكهته خاصة يعني، وبيعرفوه أهالي حلب، مشهور جدا يعني بأهالي حلب. يؤكل بالمناسبات والأفراح والأحزان بكل المناسبات والعزائم، وبرمضان خاصة برمضان يعني يزداد الطلب عليه. لكن بالأسف يعني في حابب أول شيء يعني الناس كلها تعرف برمضان هالرمضان يؤسفني أنه أسوأ من كل سنة يعني. يعني في كثير ناس فقراء ما بعد تشتري لحم عجين بسبب الغلاء، والمنظمات وقفت عندي ما في توزيع هيك للمخيمات لحم عجين، يعني ما في صبح الحمد لله رب العالمين.